أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني، وهدي محمد يسري يهذب في وجداني. درست العلم والأدب، فقه الشرع قواني، درست العلم والأدب، فقه الشرع قواني. علوم الدين والدنيا تعانقني وتهوى. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أقول الحق لا أخشى عدوا عنه ينهاني، لواء الدين أرفعه وأستقوي بإخواني. هوان العرب أرقني، وبأس الغرب آذاني، هوان العرب أرقني، وبأس الغرب آذاني. وصمت القوم آلمني، وجرح العز أدماني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. عباد الله، يجب أن نتكاتف جميعا وأن نقف خلف شيخ الإسلام، شيخ الأزهر، إمام أئمة المسلمين، العالم الرباني والمنفوح الصمداني، الشيخ أحمد الطيب. الأزهر ده يعني مكان للمسلمين جميعا في داخل مصر وخارجها في العالم كله، فليس الأزهر حزبا حتى يكون حزبا معارضا أو حزبا مواليا، ليس مؤسسة سياسية حتى يتوقع منه أو ينتظر منه أن يكون مؤيدا أو معارضا، الأزهر فوق كل ذلك. طيب فضيلة الشيخ، يعني دعني أنتقل إلى موضوع آخر فيما يتصل بعلاقتك بالإخوان المسلمين في مصر. يقال أن شهادتك ضد طلبة الإخوان في الأزهر، في جامعة الأزهر عندما كنت رئيسا لها، فيما تسمى واقعة الميليشيات، إنما تعبر أفضل تعبير عن رأيك في الإخوان، هل توافق على ذلك؟ لا يا سيدي، أنا ليست بيني وبين الإخوان أي خصومة، أو إنما الذي حدث أن هؤلاء الطلاب اقتحموا يعني أو خرجوا عن الأدب المطلوب أو عن تقاليد الجامعية، وارتكبوا فيما يعد في نظري جرما، وأنا يعني طبعا لا أستطيع أن أوقف النظام الدولة ولا أوقف الأمن عن أن يمارس حقه في هذا. لم يقبض على هؤلاء الطلاب داخل الجامعة. طب كحركة سياسية، إنما قبضوا عليهم خارج الجامعة. كحركة سياسية، لننسى موضوع الطلبة، كحركة سياسية تعتقد أنها وجيهة؟ أنا ضد نعم، أنا ضد أن يتخذ الإسلام لافتة لحزب يريد أن يصل إلى حكم.
وكأنك تقول بأن الدين كما يقولون ليس فقط عبادة. أنت قلت هذا الكلام يعني يدخل في السياسة ليس الأمر هكذا. لا شوف يا سيدي، شوف يا سيدي، السياسة الآن بمفهومها لها أسلوب ولها نهج لا يمكن الدين يوافق عليه. يعني السياسة كر وفر، والسياسة ممكن يعني تتحالف مع الشيطان، والسياسة ممكن يعني تقبل أسلوب النهاردة ترفضه بكرة. ليست لها قواعد ثابتة ومعايير أخلاقية ثابتة في منظور الإسلام. فكيف يعني الإسلام بجلالة قدره يعني ينزل إلى هذه المراوغات وهذه المناورات؟ وكأنك يعني ضمنيا توافق مع الحظر الذي تفرضه الدولة على الإخوان المسلمين، أليس كذلك؟ أنا لست أوافق، لا يعني أنا لا أعلم هذا، إنما أنا ضد أن العايز السياسة لها مجال، لها قنوات، اللي عايز سياسة ينزل سياسة. إنما دكتور طيب تقول سياسة أنك لا تعرف بأن هناك حظرا على حركة الإخوان المسلمين في مصر؟ نعم، تقول أنك لا تعرف بأن هناك حظرا على حركة على نشاط حركة الإخوان المسلمين في مصر؟ هو حظر على حزب ولا حظر على 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 حركة؟ نشاط الإخوان المسلمين. طيب لا، أنا بقول لحضرتك لا، مش مسألة نشاط، مسألة حزب. هو حزب ممنوع، إنما لا عايز يعمل جمعية أهلية، لا عايز يعمل كذا وكذا. هل يشير لنفسه بأنه حزب شيخ طيب الإخوة حركة الإخوان المسلمين؟ هل يشيرون إلى الله؟ ولكن هل هو هل هو حزب رسمي في الدولة واعترفت به الدولة مثل الأحزاب الأخرى؟ يعني أنت تريد الاعتراف وبعدها لا يصبح مشكلة. طيب أنت قلت دعني أنتقل. لا أنا لا يا سيدي، لا أنا شوف، أنا زي ما قلت لحضرتك، لا تلعب سياسة وأنت لابس عمامة الدين، ده ممنوع. طب هذه نقطة وصلت شيخ الطيب. أنت قلت أن من أولوياتك تحقيق عالمية الأزهر ونشر المذهب الإسلامي الوسطي المعتدل الذي يتبناه الأزهر، قلت هذا الكلام؟ قلت. نعم. طيب. من المسؤول عن عدم تحقيق هذا الهدف حتى الآن؟ من المسؤول عن عدم تحقيقه؟ يعني لا توجد عالمية الأزهر أو ما لم يعد عالميا وما إلى، من هو المسؤول عن ذلك؟ والله يا سيدي أنا قلت هذا الكلام وحضرتك تستعجلني في الإجابات. أنا قلت لحضر يعني يمكن ربما سمعتني أني مرت بمصر فترة المد الاشتراكي المركزي، وده قلص دور الأزهر، ده السبب الأول في تراجع الأزهر. خدنا فترة أن احنا المد الاشتراكي لابد أن يكون على حساب المد الأزهر. جاءت أيضا تفريغ الأزهر من كثير من علمائه إلى منطقة سراء أخرى. من هو الذي قام بتفريغ يعني الأزهر لها دكتور الطيب؟ من هو الذي قام بتفريغ الأزهر يعني؟ لا الإغراء، لا أكثر، لا شوف، ظهور مراكز جذب مادي ثري هو الذي أغرى الناس في بهذا. طب طبعا كان الذي يحرص على أن طيب دكتور طيب ما دمت ذكرت يعني الخليج، أنت قلت أن أساتذة الأزهر وأنا أنقل عنك سافروا إلى دول الخليج في السبعينات وضاعت منهم وسطية الأزهر وتبنى بعد ذلك اتجاهات سلفية متشددة، قلت هذا الكلام؟ هو لم يتبنوا، هو يعني تركت عليهم بصمات، لأن الأزهر الحقيقي لا يمكن أن يتبنى إلا اتجاه الأزهر وثقافة الأزهر الذي تربينا عليها منذ نعومة أظفارنا. وكأنك تقول بأن السلفية مستوردة إلى مصر؟ والله طبعا السلفية ليست السلفية بمفهومها الآن ليست ثقافة أزهرية وليست نتاجا أزهريا. من أين جاءت هذه الثقافة السلفية؟ والله أنت تعلم وكلنا نعلم أن جاءت من يعني من أين، من شرق ومن غرب يعني. طب هل نكون دقيقين إذا جمعنا كلامك عن موضوع أن الأساتذة ذهبوا إلى الخليج وما إلى ذلك، أنك تتحدث عندما تتحدث عن الفكر المستورد في الواقع أنت تتحدث عن الفكر الوهابي؟ يا سيدي لا، أنا يعني ليس من اللائق لشيخ الأزهر أن يتحدث عن هذا أو ذاك، وإنما أنا أصف لك ما حدث للأزهر الشريف. وليس يعني عندنا الآن فيه فكر، يعني حتى هذه البلاد التي تتحدث وأتحدث عنها، هذه البلاد أيضا الآن تعاني من هذه المذاهب وبدأت تنتبه إلى أنها فعلا تعاني من الوهابية. يعني تقول حتى أكون دقيق، تعاني الوهابية؟ نعم. لا أنا لا 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 أتحدث عن مذهب بعينه، أنت تعرف هذا الكلام تماما وربما تعرفه أكثر مني. أنا أتحدث عن أي فكر يعارض فكر الأزهر، سواء كان سلفي أو سواء كان إخواني أو سواء كان وهابي أو سواء كان شيعي، نحن لا نقبله في الأزهر ولا في مصر. طيب دكتور الطيب.
الدين ليس وسيلة يستعمل في السياسة. الدين ده شعور وعلاقة. الدين ده عقيدة. ده إنسان مع ربه. هذه العلاقة العالية جدا أنزل بها إلى أن تكون وسيلة للجذب، فأسمي المحل بتاعي الكشري الإسلامي مثلا أو الكشري الإيمان أو كذا. ليه كده؟ الدين ده حاجة. ترى أن استخدام الشعار الديني في حملة سياسية هو شيء؟ أنا أرى أن استخدام الدين مش الشعار الديني. الدين ده بيقول إيه؟ أنا مسلم وأنت مش مسلم، أيها الناس تعالوا لي أنا لأن أنا مسلم وصاحبنا ده غير مسلم، يبقى كده أهان الدين لأنه حوله إلى أداة. أنا بقول له لا، الدين مش أداة، الدين عقيدة، الدين شريعة، الدين هوية وليس أداة. في بداية الحملة الانتخابية قررت ألا يصدر منا أي شيء حتى نكون على مسافة واحدة من الجميع، وأعلنت ذلك في بيان، وطلبت من الإعلاميين والثقافيين والصحفيين أن يتركوني في شأني حتى لا نؤثر في أحد، وتركنا المرحلة الأولى وتمخضت عن رأي الشعب كما أراد الشعب. بعضهم كتب ساخرا مفتي الديار خارج الخدمة، وهذا شرف لي أن أنزع يدي مما لا شأن لي به، وهذه أوسمة على صدري أفخر بها، أنني عالم للجميع أبين لهم دين الله، ولا أدخل في السياسة الحزبية بأي حال كان ولا تحت أي ضغط، فلم أنتمي إلى حزب في كل الأنظمة، بل ولم أنتمي إلى جماعة وإلى مجموعة، إنما جعلت قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون نبراسا لمن أراد طريق الله وأراد العودة إليه.